الثلوج تتدنى إلى 700 متر أثناء ذروة التأثير المنخفض الجوي. تفاصيل بعد قليل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد، شكل مستقبلك، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري، بايولاب. متابعينا في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية من طقس العرب. إذن تبدأ المملكة تدريجيا خلال ساعات يوم الأربعاء تتأثر بمنخفض جوي تم تصنيفه على أنه من الدرجة الرابعة، وهي درجة المنخفض الجوي عالي الفعالية. يترافق هذا المنخفض الجوي مع كتلة هوائية قطبية شديدة البرودة، أيضا أمطار غزيرة، وأيضا ثلوج كثيفة في مناطق واسعة من المملكة. قبل الحديث عن تفاصيل هذا المنخفض الجوي، لا بأس أن نشاهد هذا المنخفض الجوي عبر صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، حيث يظهر جليا هنا إلى الجنوب الغربي من الأراضي التركية وأيضا جنوب اليونان. هذا الالتفاف الغيوم حول مركز هذا المنخفض الجوي، حيث يبدأ تدريجيا يتحرك هذا المنخفض الجوي شرقا نحو عموم شرق البحر الأبيض المتوسط خلال الساعات القادمة. هذه الجبهة الهوائية الباردة المرافقة له التي يتوقع أن تصل تأثيراتها نحو المملكة اعتبارا من ساعات عصر يوم غد الأربعاء. ثم لاحقا يتحرك هذا مركز المنخفض الجوي أو الكتلة الهوائية الأبرد من هذا المنخفض الجوي تتحرك خلف هذه الجبهة الهوائية الباردة وتؤثر على المملكة بعد الجبهة الهوائية الباردة خلال ساعات ليل الأربعاء على الخميس، حيث تشتد الفعالية الجوية وتشتد تأثيرات هذا المنخفض الجوي. هذه الخريطة تمثل توزيع الأنظمة الجوية المسببة لهذا المنخفض الجوي وأيضا حركة هذا المنخفض الجوي بالتسلسل الزمني، حيث مع ساعات عصر يوم الأربعاء تعبر الجبهة الهوائية الباردة الرئيسية المرافقة لهذا المنخفض الجوي عموم مناطق المملكة، تصبح الهطولات ثلجية فوق القمم الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر، ثم ينخفض هذا الارتفاع تدريجيا مع تحرك المنخفض الجوي أكثر نحو السواحل السورية وتعمق المنخفض الجوي والكتلة الهوائية الباردة في جميع طبقات الجو خلال ساعات ليل الأربعاء على الخميس، وبالتالي تشتد الهطولات سواء المطرية سواء البردية سواء الثلجية خلال ساعات ليل الأربعاء على الخميس وحتى ساعات صباح يوم الخميس. لكن قبل بدء تأثير هذه الجبهة الهوائية الباردة، أي قبل ساعات عصر يوم الأربعاء، سيكون الطقس متقلب ما بين الغائم جزئيا والغالبا غائم، تعطل زخات من الأمطار وأيضا تعطل زخات من البرد لكن على فترات متباعدة. لكن الشيء المميز قبل عبور هذه الجبهة الهوائية الباردة ستكون الرياح الجنوبية الغربية النشطة التي ستعمل على إثارة الأتربة والغبار خاصة في المناطق الصحراوية. نتحدث الآن عن تفاصيل أكثر حول ارتفاعات تساقط الثلوج وأيضا أوقاتها خلال يومي الأربعاء والخميس. هذا يوم الأربعاء خلال ساعات الصباح الهطول سيكون ما بين الضعيف خلال ساعات الصباح، لكن يبدأ يشتد تدريجيا مع اقتراب هذا المنخفض الجوي. ارتفاع تساقط الثلوج يكون ما بين 1000 و200 متر ويصل خلال ساعات الظهيرة حتى 1100 متر، لكن اعتبارا من ساعات العصر أي خلال هذه الفترة ومع عبور الجبهة الهوائية الباردة الرئيسية المرافقة لهذا المنخفض الجوي تشتد الهطولات لتصبح من متوسطة إلى غزيرة، وأيضا ينخفض مستوى تساقط الثلوج ليصل إلى 800 متر خلال ساعات عصر يوم الأربعاء، وتواصل شدة الهطولات المتوقعة بين الغزيرة والغزيرة جدا مع اشتداد تأثيرات المنخفض الجوي خلال ساعات ليل الأربعاء على الخميس، ويواصل ارتفاع تساقط الثلوج انخفاضه ليلامس 700 متر خلال ساعات الليل وربما ما دون ذلك، وبالتالي هناك تراكمات واسعة النطاق خلال ساعات ليل الأربعاء على الخميس مع تأثر المملكة بالذربة أو بالقسم الأشد من هذا المنخفض الجوي. تستمر هذه التأثيرات القوية للمنخفض الجوي حتى ساعات صباح يوم الخميس. صباح يوم الخميس يستمر ارتفاع تساقط الثلوج ما دون 800 متر
أيضا يكون التساقط غزير في أغلب مناطق المملكة. اعتبارا ساعات نهار يوم الخميس تتراجع قليلا شدة الهطولات مع ابتعاد الجزء الأقوى من هذا المنخفض الجوي، لكن تستمر الهطولات متوسطة نوعا ما. يرتفع ارتفاع تساقط الثلوج قليلا، لكن تبقى الارتفاعات متدنية حوالي 800 إلى 900 متر خلال ساعات نهار يوم الخميس. في ختام هذه النشرة لا بأس أن استعرض هذه الصورة التي في الخلفية، هي صورة لمدينة أثينا، هي عاصمة اليونان وهي مدينة ساحلية على البحر الأبيض المتوسط، ارتفاعها 0 متر عن مستوى سطح البحر. تأثرت بالمنخفض الجوي المنتظر على المملكة خلال ساعات يوم أمس عبر أو على شكل عاصفة ثلجية هوجاء، تراكمات كبيرة فاقت المتر في العاصمة أثينا التي يزيد ارتفاعها، هي مدينة ساحلية على سواحل البحر الأبيض المتوسط. أيضا تأثرت مدينة اسطنبول التركية أيضا يوم أمس بعاصفة ثلجية أدت لإرباك الحياة العامة في مدينة اسطنبول، وأيضا إيقاف حركة الطيران الجوي في عموم مطارات مدينة اسطنبول. إلى هنا تنتهي نشرتنا، نتمنى السلامة للجميع وللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد، شكل مستقبلك، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. بايولاب. We'll be right back.